السلام عليكم، أنا بولقاسم محمد، مزداد فازرو 1945، حامل البطاقة الوطنية ألف 76-29، مهندس متقاعد. غنعرض لكم واحد النازلة، هي عبارة عن سطو على واحد الضيعة في لوحي دازرو، تم السطو عليها بواحد الوثيقة مزورة. ها هي مزورة، وعندنا الحجاج باللي راه مزوره، وثيقه واحده. نمشيو من قبل، في 61 اربعه د العائلات برئاسه عمي الله يرحمه ابو القاسم محمد، هما ابو القاسم محمد اخوه، وبن صالح محمد وجابري اخوه، وحميده الفيقي شراو اقتنوا هذيك الشركه عند واحد عند الاجانب ب 40 مليون. عطاو 15، عندنا التفاصيل باش عطاو لواحد واحد الموثق فرنسي اوتان سميتو اوتان. وهذوك الشركات كانوا اسهم لحامليه، عندها وحده فيها 300 سهم وحده 500 سهم لحامليه. وفي هذا في 61 فعلا الاهل ديالنا عطاوهم الاراضي يستغلوها، عطاوهم النظائر زعما لي ديبليكاتا، وعطاهم كاع العقود اللي كانوا عندهم مثلا باش داروا الفراج الى اخره، كاع العقود اللي كان عندهم عطاهم لنا، عطاونا احتفظوا الا باسهم، الاسهم اللي دار وداروهم في سيافاتي في الشركه ديال اللي رجعت دابا بي ام سي او، وحتى 69 عاد توصلوا بهم حتى تخلصوا. وهادو هما الاسهم، نموذج منهم، هادو غير فوتوكوبيات نموذج منهم. وهلنا ديك الساعه قاموا من 69 قاموا بالاجراءات هذا، مشاو داروا دخلوا الشركات هما كمسيرين باربعه، وداروا مشاو للسجل التجاري في كتاب الضبط في هذا في المحكناس، ودخلوا راسهم في السجل التجاري، ومن بعد دخلوا راسهم في المحافظه ديال المنزه، وبقينا وبقاو يخدموا من ديك الساعه حتى 54 عام. كانوا تيخلصوا الضرائب اللي تجي، وعاد حتى ما بقاوش الضرائب ديال الفلاحه اللي تتلغاو في الثمانينات. وكانت واحد النزيله عاشوها هي استرجاع الاراضي للمعمرين، وفي 73 فعلا جاو واسترجعوهم، حيت عندهم واحد الكونسونونس واحد العجميه سيالي مارك راك شفتوهم، دونك قالوا ما عرفوش بلي اللي راه مملكات المغاربه، واسترجعوهم وكاين هذاك الشيء في البيلتا اوفيسيال. وهلنا مشاو كتبوا لوزاره الداخليه، وزاره الفلاحه، وفعلا جات واحد اللجنه الرباعيه، وداروا واحد المحضر في 6 نوفمبر 1973، ولقاو تما كان جوج ديال الموظفين من وزاره المارا وزاره الفلاحه والاصلاح الزراعي، وواحد من الدومين، وواحد من السلطه المحليه. وكانوا شكي لقاو تما؟ لقاو هلنا، وداروا معاهم واحد المحضر، ها هو دابا نوري لكم، ها هو هذا المحضر، وكاين السميات ديالهم كاملين تما. في 2010 نرجع لهذه الوثيقه اللي قلنا المزوره، 2010 تيجي واحد السيد تيدعي باللي راه شرا في 62 عند هاد الاجانب، شرا عندهم هاد الشركات ب 6 الملايين. حنا للتذكير هلنا شراو ب 40 مليون في 61، وهما شراو ب 6 الملايين في 62، ولكن هذا مزور. هذا العقد هذا تيتعلق بواحد البيت كان هاد عدنان مصطفى عدنان كان مشارك مع خوه وتخرجوا فيه، دونك المراجع اللي كاين هنا فعلا كاينه حقيقيه، ولكن لا تنطبق من القريب والبعيد لهذا الملك. وما يدل ذلك على ان قاضي التوثيق اللي سجل اللي صنع على هذاك العقد تيعطي واحد الشهاده
باللي تيتبرى من هذاك الشيء، ما كاينش هذوك لا علاقه لهم لا من قبل ولا من بعيد، وما عنده سميتو. وعندنا حجاج اخرين من 54، هذوك الناس اللي مذكورين في هذاك العقد، يلا واحد فيهم اللي بقى سميتو كلود ارمون، الاخرين كلهم كانوا باعوا الحصص ديالهم. واللي بقى مسيرين ديال الشركات هما ابل وكلود ارمون، هما المسيرين. وفي 69 حيت تخلصوا رجعوا اهلنا هما تخلصوا. وهذا الشيء بقى هكا 54 عام، وحنا وقسموا على كل حال هذاك الضيعه قسموا على اربعه. كانت في الاول ديال خمسه سته العائلات قلت لكم، دابا راه كاين 50 عائله فيها 1000 كثار ولا اكثر. 50 عائله على هذوك ولدوا وولدنا خالي هذا، وكاين اللي مات الله يرحمه، وهلنا خلاص كلهم ماتوا. في 24 و25 من اكتوبر هذا العام هذا تنج يجي واحد الكوموندو ديال خمسه ديال الجرارات ديال التراكتورات مدججين برجال الامن، منهم جدرميه ومنهم الصحاب القوى المساعده، وقالوا لك سيدي حنا جي راكم نتوما تراميتوا على هاد الاراضي، وقالوا لنا خصكم تخرجوا. قلنا لا مودي راه حنا راه ديالنا هذا. قال لك لا هذا راه عندهم هادو راه شراو شي اماراتيين اللي شراو هاد الشيء وكذا كذا. المهم قلنا تثبتنا حنا بهذا ديالنا، وتشدوا جوج ديال الاخوان ديالي وجوج من العائله ديال بن صالح وجوج هذا. وشفنا بلي من بعد اللي تياكد هاد الشيء تنقول انا الشيخ ديال القبيله اللي تخضع عليه هذيك الضيعه شهد عند الجدرميه باللي تيعرف ملي زاد، قال كاع ملي زاد هو باللي تيعرف باللي هاد الضيعات هادو اربعه د العائلات اللي تيديروا فيها. وحنا دابا تنستنكروا بزاف د الحوايج. اولا الاداره اللي تحيزت مع هاد الناس هادو حقا حنا بغي مع الاستثمار مرحبا بالاماراتيين، ولكن يشريو عند مالها ما يشريش عند بالربوع الثمن ولا خمس الثمن، راه عارف اللي شرب الثمن رخيص راه فيه شبهه. وحنا تنعرفوا باللي الاماراتيين عندهم ضوابط ما يديروا استثمار حتى يعرف تيقيسوا من الناحيه الماديه من الناحيه السياسيه. حنا الحمد لله بلد صديق، ومن هذا المنبر هذا تنتقدم حنا يقيننا في الله سبحانه وتعالى مع العداله، تنثقوا في العداله المغربيه، ولكن قهرونا وحقرونا وتنتوسل من امير المؤمنين اللي تنحبوه وتيحبوا الشعب المغربي كله باش يحل علينا المظالم. وراك حيت كتبنا حنا سميتو الوزير الاول، وكتبنا الوزير العدل، وكتبنا الوزير الفلاحه، وكتبنا سميتو هذا المحافظ العام في الرباط، حيت بقاو تجاوزات كبيره وغليظه. وحنا تنطلبوا العداله ونتوسلوا منك يا سيدنا محمد السادس باش حنا غير العدل، ما خصنا والو الحمد لله. ولا خصهم هاد الناس اللي خصهم شي حاجه، راه معروف كل شيء، راه الداخليه عارفه كل شيء. ولا خصها شي حاجه راه كاين عند فاش سقفت عارفه كل شيء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باش توصلوا بالجديد ديروا جيم لاباج ديالنا، تابعونا على اليوتيوب، وما تنساوش تخليو كومونتير.